تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. أيضا في هذا البرنامج نفتح الأبواب والنوافذ لاستقبال آرائكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام. أرقام التواصل معنا، قبل أرقام التواصل خلونا أعرفكم بفريق العمل. عندنا اليوم نور نزال في التنسيق، وعندنا ميثة بن بيات في الإخراج، وهذا محدثكم محمود يوسف العلي. نسينا حد؟ لا. طبعا معنا كالعادة الدكتورة ندى الملا. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحكم ورد وصباحكم خير، وعسى يكون يوم خير عليكم إن شاء الله، والجو حلو برا. الجو حلو صح؟ اي كل ما زال معلق على الجو الجميل. الله يديم ان شاء الله. امين يا رب. عموما دكتوره ارقام التواصل معنا للاتصال 600-55-1414، للرسائل النصيه على 4006، وموجودين لايف على حساب هيئه الصحه في الانستغرام DHA_Dubai، وعلى اكاونت نور دبي في الانستغرام ايضا. فتابعونا وتواصلوا ويانا، طرحوا اسئلتكم وملاحظاتكم، وكونوا على تفاعل معنا عشان تحلى الحلقه ان شاء الله. ايضا من البلديه يصبحون علينا، صباحكم ورد وأسعد الله صباحكم ومنورين، وش حالكم يا فريق العمل؟ نحن بخير. أحمد الياسي بعد يقول لو سمحت إن شاء الله. عموما مثل ما قالت الدكتورة ممكن تتواصلون معنا على 600-55-1414. البارحة كنا نتكلم عن التأمين الصحي دكتورة، وكان معنا الدكتور حيدر اليوسف، طرقنا للعديد من المواضيع، بس خلينا نذكر اللي عنده مجموعة أسئلة أو استفسارات ممكن أنه يتواصل على الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمين الصحي. شو هو دكتورة؟ اللي هو www.ishd.ae، اللي هو إسعاد ishd.ae. دخلوا على الموقع تشوفوا الباقات التأمينية من المشمولين وغيرها من الاستفسارات اللي عندكم، وصلحوا وضعكم قبل انتهاء المدة. كل يوم احنا نقول هالجملة ترى. جميل. ايضا نذهب الى وسائل الاعلام وايضا اهم العناوين والاخبار اللي جاتنا. احنا اخترنا لكم اليوم هذا الخبر اللي يقول اكتشاف عامل خطورة جديد مرتبط بالإصابة بسرطان الثدي. اتضح أن كثافة نسيج الثدي من أهم عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي، وفقا لنتائج دراسة أجراها علماء أمريكيون نشرتها المجلة الجمعية الطبية الأمريكية المختصة بالأورام. وقام الباحثون بدراسة أكثر من 200,000 سيدة أمريكية، تم تشخيص قرابة 18,000 حالة منهم بسرطان الثدي، وقسمت السيدات إلى مجموعتين. المجموعة الأولى ضمت السيدات اللائي يتكون الثدي عندهم بصورة شبه كاملة من النسيج الدهني الرخوي. شو على الأوراق دكتورة؟ أنا أسفة. المجموعة الثانية سيدات يشكل النسيج الكثيف عندهن أكثر من 75% من تركيب الثدي. كما أكدت الدراسة أن كثافة نسيج الثدي تعتبر أهم عامل خطورة للإصابة بسرطان الثدي، كما أظهرت الإحصاءات أن 39% من حالات المرض عند السيدات قبل بلوغ سن اليأس
شو سن الياس الدكتورة؟ كم يعني تقريبا سن الياس؟ اللي هو انقطاع الطمث عند النساء ويختلف، يعني يكون من عمر 50 في نساء أقل في نساء أكبر. عموما كان من الممكن تفاديها إذا ما تم إنقاص كثافة نسيج الثدي، أما بالنسبة للسيدات بعد سن الياس فبالإمكان تفادي السرطان بنسبة 26%. أنا أعترض على مسمى سن الياس. هو هذا أنا والله رح أعترض عليه محمود، أحس المسمى نفسه يسبب حالة نفسية للمرأة. يا جماعة هذا مصطلح قديم، يعني الحين مع التطور الحين الناس وصل 70 و80 والحين بصحتها وتشتغل وتروح وترد، فلا نستخدم سن يأس سن انقطاع، بس هو سن، هو ترى هو سن بيولوجي، يعني ليس له علاقة بالحالة النفسية. فنقول سن يأس ما يأس، إن هي المرأة لم تستطع يعني يقف عندها الإنجاب، ليس الإنجاب مرتبط بصحة المرأة النفسية، عادي تقدر حرمة تعيش حياتها لين عمر 100. بس بعلق محمود على سافة أن نسيج الثدي مرتبط بسرطان الثدي. نعم. إحنا ليش دائما نأكد حتى النساء عندنا في العيادة لما يجون نقولهم لازم يفسهون فحص الذاتي للثدي في البيت. شو الفكرة؟ إن المرأة إذا اكتشفت إن الثدي عندها يتكون من أنسجة مثل ما إحنا نقول كثيفة، يستوي الفحص عندها صعب، ما تقدر تكتشف إذا في أورام أو ما في أورام. عشان شي نسيج الثدي الكثيف يكون يعني عامل إصابة سرطان الثدي وعدم الكشف عن السرطان في مراحل المبكرة. فاتبعوا الفحص الذاتي في البيت، إذا اكتشفتي إن عندك ثدي ما تقدرين تفحصينه بسبب إنه في كثافة في الأنسجة، روح للطبيب خليه يفحص لك إياه فحص للطبيبة، تفحص لك إياه فحص إكلينيكي في العيادة، وممكن يطلبك ألتراساوند أو ماموغرام حسب الحالة. طيب عموما نحن من هذه الأخبار بنروح للسوشيال ميديا، ومعانا الأخت أسماء الجناحي بتطلعنا على أهم ما يحويه أو تحوي وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة حسابات هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أسماء. صباح الخير يا أسماء. نور السرور. أهلين حبيبتي، شو رسالتنا الصباحية لليوم يا أسماء؟ رسالتنا اليوم لتحقيق أهدافك عليك أن في 3 نقاط: تتمكن من رؤية هدفك، تؤمن بهدفك، تعمل على تحقيقه. جميل صحيح. اليوم لكن بعد في إشارات في التواصل الاجتماعي حابة أركز عليها. نحن غالبا نحط اللي من رسائل الصباحية كنا نتكلم عن وجبة الإفطار، لكن في معلومة مغلوطة عند المجتمع، أن من ضمن الردود نحن استشفينا هذا الموضوع أنهم في بعضهم قدموا لهم نصيحة أن الصيام أول الصباح مفيد للصحة، فقالوا أن أنتم تنصحوا الناس يتريقون ويركم ينصح أن الصيام هو الأفضل. بس أحب ننوه أن لما الإنسان يكون صايم عنده وجبة السحور ووجبة الفطور. صحيح. فمفروض أن نحن بس نوعي الناس بهذا الموضوع، لو تتكلمين شوي عن هذا الموضوع دكتورة، أن في فرق بين الإنسان لما يكون صايم وبين وجبة الأفطار لما هو ما يكون صايم. صحيح. هي حالتي مختلفات. صحيح مختلفات. صحيح. غير هذا أيضا أمس صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أعلن عن الـ 10X، وهي أن كل جهة حكومية في إمارة دبي عندها 3 مبادرات في السنة، ومن ضمنها هيئة الصحة بدبي. فهالأشياء اللي قاعدة تدور في مجال الصحة في قنوات التواصل الاجتماعي من أمس اليوم. جميل جميل. شاكرين لك يا أسماء، وهي دعوة لجميع الهيئات ومنها هيئة الصحة أن نقدم مبادرات مبتكرة حسب تعليمات الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه. وشكرا لك يا أسماء ونهارك سعيد. نهاركم سعيد. إذن سامحوني لأن الجهاز ياخذ بس أكاونت واحد عشان نسمعكم المتصل، فنحاول نحن هنا وهنا نعطيكم يعني قدر الإمكان الحسابات كلها نوزع عليهم المكالمات. عموما في وايد أسئلة كانت، يعني يا جماعة الخير اللي يكتب بالإنجليزي بس المتابعين، أنا ما أقدر أتكلم إنجليزي هنا لأن الإذاعة عربية، فتردون عليهم تفهمونهم الموضوع بالضبط، هو شو هي الإذاعة، شو هو البرنامج. أيضا في الكثير من طيب السلام عليكم من أمريكا، واحد رد عليه السلام عليكم من الهند. زين. هي تشويش بس راح. كل حد يقول أحبكم لدبي، أحبكم. عموما متابعينا من السعودية من كذا، أحلى بث متابعتكم من السعودية، السلام عليكم من الدوام، عليكم السلام من الدوام. زين. عموما هذه مجموعة رسائل توصلنا، نحن وايد سعيدين فيها بالتواصل معكم مستمعينا. بعد الفاصل إن شاء الله عندنا موضوع جميل
موضوع عن شو دكتورة؟ بعد الفاصل إن شاء الله بتكون معنا دكتورة آسي نتكلم عن خدمات مركز الطوارئ الصحي. أي حد عنده ملاحظة شكر طرشونا. زي فاصل وراجعين إن شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا كم دكتورة؟ 600551414 ورسالة نصية على 4006 وموجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في الإنستغرام DHA_Dubai وعلى أكاونت نور دبي في الإنستغرام أيضا، تابعونا وتواصلوا ويانا. إذن نحن أثناء الفاصل يعني دخلت عندنا الاستوديو الدكتورة آسيا إبراهيم الحمادي مديرة مركز الطوار الصحي. دكتور أنا بطلب بس تقربين من المايك عشان الصوت بس يطلع بشكل أوضح. صباحك ورد. صباحكم الله بالخير أخوي محمود دكتورة ندى وجميع مستمعينا. طيب نحن متواصلين معاكم عبر الانستغرام وعبر حسابات هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai وأيضا على حساب نور دبي اللي ذاع. صباحكم الله بالخير. كان في وايد أسئلة وايد مداخلات حول الخدمات اللي تطرح، لكن سبحان الله كانت كلها إيجابية والله الحمد، مع أني أنا كنت أقولهم اللي عنده أي ملاحظة كنت تقول شكوى. هي كنت أقول شكوى وهم صلحوني قالوا لا قول فرص للتحسين ملاحظات تحسين أشياء الواحد ممكن يصلح فيها، فهي نسميها نحن فرص تحسين أكثر من أن شكاوى أو ملاحظات. إنزين فاللي عنده أي فرص للتحسين هي عبارة عن اقتراحات ملاحظات الواحد ممكن أنه يطور من الخدمات اللي موجودة في الهيئة، مو بس مركز الطوار كل المراكز، فالمجال مفتوح قدامكم. وللأمانة يعني المتابعين كلهم كانوا يمدحون دكتورة آسيا من خرفكان صح؟ ما شاء الله. من يسمع البرنامج أو يشاهده يصلي على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. طيب دكتور نحن شوي ما نترك الرسائل ما ندخل على موضوع أبرز الخدمات اللي تقدمونها في مركز الطوار، في بعض الخدمات اللي مو موجودة في المراكز الثانية عندكم كذلك، فخلينا نعرف أول شيء بشكل عام شو الخدمات اللي تقدمونها بعدين نتطرق للخدمات اللي موجودة بس في مركز الطوار. أخي محمود خلني بس أعطيك نبذة أول شيء عن مركز الطوار. مركز الطوار من أعرق وأقدم المراكز الصحية في دبي، افتتح في 24/10/87، يخدم المناطق الطوار 1 و2 و3 والفريزون. تقريبا الكثافة السكانية اللي عندنا تقدر ب 57,187، منهم 31,000 من النساء و 25,000 من الرجال. الخدمات اللي نقدمها في مركز الطوار الحمد لله خدمات كثيرة، ويعتبر مركزنا يمكن من المراكز اللي تحتوي على أكثر السبيشالست أو العيادات التخصصية. أهم هذه الخدمات اللي نقدمها في المركز عندنا طب الأسرة، عندنا 14 دكتور يعملون في هذا المجال من حملة الشهادات العليا في طب الأسرة، يتعاملون مع كافة الفئات العمرية من أطفال من كبار سن من نساء من رجال، يقدمون خدمات كثيرة منها خدمات تعزيزية مثل الوقاية من الأمراض، الكشف المبكر عن السرطانات، الأمراض الماموغرام، تصوير الكشف عن عنق الرحم، هشاشة العظام، سرطانات القولون. جميل. كما يعملون أيضا على أنهم بعد خدمات يقدمون خدمات وقائية، تطعيمات، يعني تطعيمات ليست فقط مقتصرة على الأطفال، عندنا تطعيمات للكبار لكبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة. عند أيضا إضافة إلى ذلك يقدمون خدمات علاجية، العلاجية تشمل طبعا الأمراض الحادة اليومية، وعندنا أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري والربو، وعندنا نتعامل بعد أيضا مع الحالات الطارئة التي نقدر إذا نتعامل معها في ضمن إمكانيات المركز أو نقدر نحولها. جميل. أنا بأخذ هذه المداخلة من نجيب وبرجع بستكمل معاك الحوار دكتورة. نجيب تفضل يا سيدي. صباح خير بيلا طول عمرك. صباح النور يا حبيبي. أنا عندي مداخلة بالذات بوجهها للدكتورة آسيا. أنا صراحة من كم يوم كنت في المركز عندك والله شاهد، أنا ما أتكلم عشان دكتورة أو بس، أنا أتكلم عن الخدمات اللي قدموها لي. ما شاء الله سرعة وإنجاز ومعاملة جدا جدا ممتازة فوق الممتاز صراحة، الله يهدي عليك.
أنا أتكلم هذا وهذا ضمير حي. وفي نفس الوقت حتى الطاقم الطبي سواء الطاقم اللي كلهم قاموا على أكمل وجه، يعني لدرجة أني أنا أخذت من الدخول إلى خروجي ما أخذت حتى كم نص ساعة. جميلة، أشكرك أخوي. أي والله العظيم الله شاهد، يعني أنا ما أتكلم شيء بغض النظر، بس أتكلم اللي شفته واللي حسيته واللي تعاملوني فيه صراحة. استاذ نجيب نشكرك، يعني هذه مداخله ايجابيه، انا اشجع الكل ان عنده اي ملاحظه ايجابيه ترى يساهم في تحسين الخدمه يا جماعه، والله تحصل حس خدمه افضل. هذا اللي شفته وهذا اللي حسيت صراحه، يعني تسلم. جزاك الله خير، شكرا لك. شكرا لك، شكرا شكرا على هذه المداخله. طيب نحن دكتورة يبغون بس نعلي صوتنا شوية عشان لا مش على المايك بس عشان حتى الجماعة في السوشيال ميديا يسمعونا بشكل أفضل. شفتك دكتورة أول ما تكلم نجيب تي وجهك يعني تغير. ايه زين، عقب تي يوم قال انه بيشكر وان هذا استانستي. ترى انت من بدايتها هدتنا بالشكاوية وقلنا حد سمعها. لا هي المسألة وين؟ المسألة دكتورة نحن ما نعدها انها هي شكاوي، بالعكس التواصل مع الناس والغرض صحيح الاساسي صحيح اللي من انشاء هذا البرنامج حقيقة لتعزيز التواصل ما بين هيئة الصحة بدبي وجمهور المتعاملين معنا. أكيد. وهذه الأمور حتى لو كانت هنالك بعض الملاحظات أو بعض الشكاوى بالعكس هذه تساهم في تطوير العمل. أكيد أكيد. ففي كل الأحوال ما في شيء كامل 100%. أكيد. وأنتوا يعني هذه مكالمة يعني تؤكد على أن هنالك عمل، هنالك اهتمام بالمتعامل. وحتى للناس دكتور الواحد لما ينظر للأمور بإيجابية ترى وايد جميل أنك أنت تقول كلمة طيبة حق الناس. صحيح. إن هذه تعطي خاصة الدكاترة، أنا لاحظت يعني من خلال العمل معاهم الكلمة وايد تأثر فيهم يا جماعة الخير. صدق يا محمود، تعطيهم والله دافع بشكل كبير، لا راتب لا زيادة لا ما أدري كذا، على كثر ما هي ال- ال- الكلمة الكلمة وايد تعطيهم بالضبط دافع. بالضبط. ما أدري ليش حساسين الدكاترة. مو بحساسين محمود، الفكرة إن عمل إن الناس مفهومة إن الطبيب عمله إنساني 100% وهذا واجبنا يعالج ويقدم ويعطي من وقته. فلما المريض يشكر إحنا يعني إحنا نقدم وايد، يعني نعطي من وقتنا وناخذ من وقتنا الشخصي وقت عوائلنا ونعطي للمرضى اللي يجون العيادة. فالمتعامل لما يشكر الطبيب يعني معناه تشوفه ما يعطي شهادة تقدير ولا يعطي بيزات ولا ممكن يرقي ولا شيء، ولكن كلمة الشكر تحسس الطبيب إنه هو فعلا قام بواجبه وأنه فعلا أثر في المتعامل. فتعلموا ثقافة أن تشكرون الطبيب حتى لو قدم لكم خدمة بسيطة، شرح تحليل شرح أي شيء، شكروه وبعدين حتشوفون التأثير على الطبيب. تمام. أم جي شامسي برد على سؤالك إن شاء الله، لكن بس تكمل دكتورة النقطة اللي قاطعتك فيها سامحيني. إيه بالنسبة قاعدين نتكلم عن الخدمات الموجودة في العيادة، عندي خدمات أيضا الأسنان تشمل صحة الأسنان، اللثة، التنظيف. في معلومة يمكن الناس حديثا يعرفونها أن كان أول شيء صحة الطفل نظام صحة الأسنان نظام مواعيد. صحيح. حالياً لغت المواعيد وصار المريض يحضر للعيادة حال ما يحضر لأي طبيب أسرة. صحيح. يأخذ الموعد وينتظر دوره. وذلك بعد هذا صارت استجابة لشكاوي الناس أن المواعيد بعيدة ونتريا وايد، فصرنا لغينا المواعيد وصار كل واحد يبي يحضر. صحيح. ويدخل على الدكتور. أيضا عندنا عيادة العيون، فحص العيون فيها، عندي عيادة أنف وأذن حنجرة مرة في الأسبوع، عندي عيادة عظام مرتين، عندي عيادة جلدية، وهذه بعد من الأشياء الميزة اللي احنا نتميز فيها. صحيح. خاصة أن حين الجلدية ما صارت في دبي، صارت في الصفا وبعيد على الناس. فهي مرة في الأسبوع بس، عليها كم هائل من الطلبات. أكيد. عندي أيضا رعاية الأمومة والطفولة لتشمل عناية بالحامل ومتابعة حملها إلى أن يعني الشهور الأخيرة يتم تحويلها للمستشفى. عندي أيضا استحدثنا صحة المرأة، صحة المرأة بناء على طلب المرضى والمتعاملين، لأن بعد صعوبة الوصول للمستشفيات فتحنا عيادة صحة المرأة وتعالج الأمراض النسائية فيها. عندنا صحة الطفل، عيادة صحة الطفل أيضا من ما بعد الولادة إلى عمر 5 سنوات. نقدم فيها، يمكن الفكرة كانت أن بس نروح ناخذ تطعيمات، لا. صحيح. عندنا في صحة الطفل عندنا نسوي فحوصات للأطفال، نقدم تطعيمات. أيضا التثقيف الصحي هذا جدا مهم في صحة الطفل. التثقيف الصحي كيف؟ عندنا يفهمون الأم شو كيف العناية بالأطفال، خاصة إذا الأمهات حديثات أو أول بيبي. العناية بالطفل، أهمية الرضاعة الطبيعية، وخاصة إن إحنا راح نكون إن شاء الله عيادة صديقة للطفل وندخل في الرضاعة الطبيعية.
الفطام التدريجي للأطفال، هاي كثير من الأمهات يتشلونه، وهذه الخدمات نقدمها من خلال الدكاترة اختصاصيين في طب الأطفال عندنا في المساء والصباح أيضا يقدمون هذه الخدمات. أيضا عندي عيادة السكري والضغط، السكري تقريبا عندي مرتين في الأسبوع، واستحدثنا فيها أيضا أو استحدثت الرعاية بشكل عام اللي هو التصوير الرقمي للشبكية لمرضى السكر والضغط. أكثر شيء يمكن حين حاليا إحنا مركزين على مرضى السكر. وحابة أقول إن مركز الطوار في 2016 الحمد لله حصل على أعلى مركز في تقديم هذه الخدمة. جميل. طيب أنا بتطرق لهذه النقطة، خليني أخذ بس هذه المداخلة من أم خالد. تفضل أم خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيكم العافية. الله يعافيك أم خالد حبيبتي. فوق الرائع. شكرا. تفضلي. الغالية أنا أم خالد. أنا من 89 أراجع عيادة الطوار من أول طفل أنا جبته. ما شاء الله. وكنت يعني دائما كنت من البداية يعني أراجع عند الدكتور طه. بصراحة هذا الدكتور أنا ما أقدر يعني الشكر قليل، الشكر ودعاء من أقدم دكاترتنا والله. بالفعل يعني دكتور ما شاء الله، إذا يأتي من الاحترام من الإنسانية من كدكتور كمعالج يعني ما شاء الله عليه. يعني كل مرة أحس أن هذا الدكتور يعني أكتشف هاي السنين كلها أكتشف أنه يعني أكتشف فيه صفات حلوة. جميل. لدرجة أنه حتى إذا ما عنده ممرضة هو بروحه بروحه يزقر المريض، بروحه يودي الورقة، بروحه يسوي، يعني ما شاء الله. طب وكل الدكاترة الموجودين. جميل جميل. يعني بس لأني أنا أتعالج كله عنده، حتى الأوقات اللي هو يعني ما يكون موجود أنا وايد نزعل يعني يوم يودونا أماكن ثانية. في مجموعة كثيرة كبيرة يعني تزعل إن الدكتور طه مو موجود. ساعات أستخدم أي يسألوا وين الدكتور طه، ما حد يردون يروحون. حاليا أنا أكلمك وأنا في عيادة الطوار. جميل. يعني ما شاء الله عليهم. زين يعني الحين أم خالد كلهم. نعم تفضل. عندك أي ملاحظة أو اقتراح لتطوير العمل؟ إيه عندي. زين اختصري لي وعطيني إياه بسرعة. إن شاء الله. عندي إن شوية يعني مثلاً أنا إنسانة مريضة بسكر وضغط وكوليسترول، يعني ساعات أكون تعبانة يجونك مواعيد شوية بعيدة، يعني أنا أقصد اللي عندهم هاي الحالات شوية خلي يراعون في المواعيد، هذا أول شيء. ثاني شيء شوية خلي يغيرون تطوير، يعني يطورون شوي في المستشفى، يعني في المركز. صراحة أنا أحس إن في المركز ما مقصر. المبنى يمكن الأثاث يعني الدورات المياه يعني شوي يعني. فالك طيب. مشكورة يا أم خالد. الشكر لكم ولكل القائمين على هاي المواضيع. شكرا لك. مشكورة يا أم خالد. بناخذ عمر على السريع ما نطلع فاصل. تفضل يا عمر. السلام عليكم. السلام. أول شيء أنا عندي شكر وملاحظة. تفضل. أنا أتعالج في الطوارئ من 30 سنة تقريبا. جميل. يعني مركز ما شاء الله عليه من أول الاستقبال، الخدمة الاستقبال أعتقد خدت جائزة عقب والتسجيل، وعندك الصيدلية وأخص بالدكتور الشيخ والدكتور محمد دسوقي ما شاء الله عليهم، نلحقهم حتى لو راحوا ناس الحمام أي مكان. جميل. بس يعني ما شاء الله عليه طوال ما عليه كلام، بس عندي ملاحظة على المختبر بس. يعني احنا أغلبنا موظفين، فأحيانا يكون عندنا تحليل صائم فنروح المختبر يوم السبت بالذات يعني شوية يكون متشدد شوية في أخذ العينات وبنطقشة وما بنطقشة وهذا، وما في وقت، وإحنا خلاص وقفنا العينات الحين خاصة يوم السبت بس. جميل. فلو في مساعدة يوم السبت هذا نتعرف كل موظفين و... صحيح. يعني واضح يوم واضح نروح نحلل ونروح بس. جزاك الله خير يا عمر. شكراً لك. شكراً. إذا ما نطلع فاصل أنا سامحيني يعني بقعدش بعد الفاصل بعد خمس دقائق بعد ما نطلع لموضوع آخر. إن شاء الله. فاصل مستمعين، بعد فاصل ما تواصل إن شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. قبل الفاصل نحن كنا متواصلين مع الدكتورة آسيا إبراهيم الحمادي مدير مركز الطوار، وخذنا مجموعة اتصالات. دكتورة كانت تتحدث عن يعني شكر بشكل عام للأطباء وللخدمات اللي موجودة في الهيئة، وكانت بعض الملاحظات على المختبر يوم السبت يبغون يعني خدمة أفضل
وايضا كانت على الخدمه اللوجستيه بالنسبه للصرف الصحي وانت بكرامه ولا شيء الشغلات هذه. اخوي ابو محمود بالنسبه للمختبر لان الدوام في يوم السبت من 8 ل 1 فالفحوصات اللي نقدر نسويها في العياده احنا نسويها، بس في فحوصات لازم تطرش لمستشفى لطيفه او مستشفى دبي، هذه تاخذ وقت، هذه تاخذ، لا وفي ترانسبورتي سياره تي وتاخذه يعني على الساعه 12 نوقف لان السياره تي تاخذ هذا. ممتاز. فنقول للصايم تعال من الساعه 8 يعني افضل. ها افضل لك. اتمنى الطاقم الطبي اللي في المستشفى دي يكون نفس عياده الممزر والطوار والمزر والصفا وند الحمر، بس طبعا مو بكل الطاقم الطبي، البعض منهم يعني اعتقد عنده بعض الملاحظات على مستشفى دبي. نور اتمنى تاخذين الرقم، رقم الشخص هذا على اساس نسجل الموضوع ونتواصل معه. ايضا كانت هنالك بعض حتى عيادات الخاصه للاسنان وايد ياخرون حسب عدد المراجعين. حكينا نتكلم عن 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 بعض الشغلات الخاصه بالاسنان قبل الفاصل مع المستمعين أو المتابعين عبر حساباتنا في التواصل الاجتماعي نور دبي و DHA_Dubai. زين دكتورة كان في سؤال أنا هني ما قريته ما بقادر أوصل له، لكن عموما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الخير خلونا نتطرق الآن لبعض المواضيع الخاصة بالمركز على عجالة دكتورة. يعني إذا في محور أنا نسيت أتكلم عنه بعطيك دقيقتين قولي اللي تبغين تقوليه. أوكي. أخوي إحنا عندنا بالنسبة لمركز الطوار حال باقي المراكز القطاع في الرعاية الصحية حصل على اعتمادات دولية كثيرة. أخص فيها أول شيء الاعتماد الدولي للجي سي آي اللي هو الاعتماد بالنسبة الدولي للمنشآت الصحية، وطبعا مثل ما تعرفون القطاع كان قطاع الرعاية الصحية يعتبر أكبر شبكة طبية في المراكز الصحية على مستوى العالم، يحصل على هذا الاعتراف بحصول 11 مركز صحي على الاعتراف الجي سي آي. كذلك حصلنا على الآيزو 6 شهادات في الآيزو، وإن شاء الله نحضر للشهادة السابعة. وكذلك صار كان قطاع الرعاية الصحية أول شبكة طبية تحصل على 6 شهادات مرة واحدة. أيضا عندنا اعتماد طوار يعتبر من المراكز المعتمدة لتدريب أطباء الإقامة في تخصص طب الأسرة، وكذلك نحضر حاليا إن شاء الله في نهاية فبراير للحاق بقافلة العيادات اللي في الرعاية اللي دخلت في كصديقة للطفل والرضاعة الطبيعية، وإن شاء الله وليس آخرا السبع نجوم كما تعلمون هاي على توجيهات الشيخ محمد في القمة الحكومية في 2013 كان يبي يكون تكون لكل المراكز تقديم الخدمة لخدمة السبع نجوم. وإن شاء الله إن شاء الله نطمح أن نحصل على أعلى النجوم إن شاء الله يا رب. دكتورة آسيا الحمادي مدير مركز الطوار نحن شاكرين لك، سامحينا ما شاء الله الحلقة وياك وايد سريعة. خدماتنا سريعة بعد وخدماتنا كثيرة ما شاء الله. الله أكبر. وإحنا حاضرين في أي وقت لسماع أي اقتراح لتحسين الخدمات إن شاء الله، وما راح نقول إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم، إن شاء الله نفوق توقعاتهم. شكرا لك دكتورة. شكرا جزيلا. يومك سعيد. طيب نحن ننتقل لموضوع ثاني، موضوع آخر، موضوع مهم جدا. موضوع يعني ما كنا نبغي نتأخر فيه على الدكتور وايد، لكن بما أننا نتحدث عن اليوم العالمي لسرطان الأطفال صحيح، فمعانا الدكتور هاني هماد محمد حسين. هاني محمد حسين. دكتور هاني أول شيء سعيدين بوجودك معانا في الاستوديو، حياك الله محمد. زين. ثاني شيء اليوم العالمي لسرطان الأطفال يوافق 15 فبراير من كل عام. انزين، فأنت أخصائي أول أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في مستشفى دبي. صبحك الله بالخير دكتور. هلا دكتور، نورت الاستوديو. الله يبارك فيك، منور فيك. طيب. إن شاء الله. شو أهم الفعاليات اللي تقومون فيها في هذا اليوم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على إتاحة الفرصة حقيقة. أود أول شيء نعرف بالقسم. قسم أمراض الدم والأورام في مستشفى دبي تأسس سنة 1990 وسنة 2000 بالتحديد انفصل قسم الأورام لدى الأطفال قسم قائم بذاته عن أمراض الدم والأورام لدى الكبار. جميل. صراحة المجهودات اللي قام فيها الدكتور عبد الرحمن الجسمي استشاري ورئيس القسم ومدير عام مستشفى دبي كذلك، مجهودات طيبة إن شاء الله الله يجزيه الخير. القسم يقع في الطابق الثالث من مستشفى دبي، ونقدم يعني خدماتنا التشخيصية والعلاجية المتميزة حقيقة للأطفال تحت سن 15.
وإحنا صراحة كفرين إمارة دبي والإمارات الشمالية في نفس جميل. الوقت إيه، فاللود علينا يكون أحيانا شوي كبير. جميل. الكادر الطبي اللي عندنا في القسم إحنا تقريبا 5 أطباء معظمنا يحمل شهادات وخبرات خارجية من كندا، الولايات المتحدة، بريطانيا. جميل. كذلك دكتور عبد الرحمن ألمانيا. بالإضافة للكادر الطبي اللي موجود عندنا كادر تمريضي مميز أيضا عنده خبرة ودراية في مجال العناية بالأطفال عندهم أورام أو سرطانات. القسم كذلك يضم كادر مساعد ذو خبرة أيضا، يعني عندنا قسم الباثولوجي، قسم اللاب، قسم علم الأنسجة. عندنا قسم أشعة كامل متكامل في معظم التخصصات الموجودة. كذلك عندنا قسم يمكن يندر وجوده في مستشفى واحد اللي هو قسم الطب النووي. جميل. صحيح. وجود في مستشفى الطب النووي يقدم الكثير من الخدمات والكثير من الإجراءات التشخيصية. عندنا MIBG، الإسكانس، البون سكانس، أشياء كثيرة. صحيح. متوفر الحمد لله، تساعد في النهاية إن إحنا الطفل أول ما يصلنا يتشخص بصورة صحيحة أساس إنه يتعالج ويتحصل على العلاج المناسب إن شاء الله. جميل جميل. دكتور قبل الحلقة كنا نتناقش أنا وياك إنه شو أكثر أنواع السرطانات شيوعا وسط الأطفال من رؤيتكم خلال الأطفال الموجودة عندكم في القسم؟ طيب إحنا إذا مثلا أعطيك فكرة أخت دكتورة ندى، عالميا معروف إنه على كل 1,000,000 شخص أو طفل من عدد السكان تحت 15 سنة الحالات اللي هي الأورام تكون موجودة تقريبا تسجل من 130 ل 150 حالة سنويا. احنا في مستشفى دبي مثل ما قلت في البداية نغطي إمارة دبي وتحولنا الحالات سواء من المستشفيات الخاصة أو المستشفيات الحكومية في إمارة دبي والإمارات الشمالية. صحيح. في 2016 تقريبا عندنا حوالي 72 حالة. مثل ما كنا نتكلم قبل البرنامج تقريبا 40 ل 45% من هذه الحالات هي لوكيميا الدم، لوكيميا او بيضاض الدم، زيادة عدد الكريات الدموية البيضاء. صحيح. نعم. باقي النسب او خلينا نقول في درجة ثانية تأتي اللي هي اورام الغدد الليمفاوية، وبعديها ايضا في نفس الدرجة تقريبا اورام الدماغ، وفي درجة اقل ما نسميه طبيا بالسوليد تيومرز او اللي هي الاورام الصلبة. صحيح. اللي هي مثلا اورام اللي تكون في الكبد، في الكلى، في العظام. وعندنا عدة حالات تقريبا لغاية الآن عندنا 4 حالات أورام في شبكية العين اللي نسميها الريتينوبلاستوما اللي هي نوعا ما تعتبر من الأورام النادرة عالمية. صحيح. 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 جميل. نحن بس نذكر بموضوعنا للمتابعين اللي انضموا لنا حاليا، نحن نتحدث عن احتفال العالم بيوم السرطان عند الأطفال. نعم. فعندنا معانا في الحديث عن هذا الموضوع الدكتور هاني حماد، صحتي هاني محمد حسين. هاني محمد حسين. نعم. فدكتور هاني هو أخصائي أول أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في مستشفى دبي. طيب دكتور، الآن نحن بما أننا نتحدث عن هذا اليوم العالمي نبغي بعض الرسائل الوقائية ل أولياء الأمور بداية، يجب عليهم أن يعني يركزوا على بعض النقاط اللي ممكن تقي الأطفال إن شاء الله مستقبلا من مثل هذه الأمراض. طيب بداية الأمراض الأورام لدى الأطفال خلنا نقول عامل الزمني فيها مهم. يعني لما يجيك طفل مثلا وعنده ورم درجة أولى أو ستيج 1 مثل ما نقول، غير ما يجيك واحد سعد محمود مثلا ستيج 4 مثلا، في الكشف المبكر عن الكشف المبكر. صحيح. بعض الأشياء ويمكن هذا هو الهدف الرئيسي صراحة من مثل هذه الأيام الاحتفال العالمي، يعني الغرض منه أول شيء مثلا نعطي فكرة إضاءات خلنا نقول للجمهور أو للناس. إحنا هدفنا صراحة إن نسوي تثقيف للأهل بالذات الأباء والأمهات، وتثقيف كذلك للكادر التعليمي في المدارس. هذه كمان من الخطط اللي إحنا إن شاء الله نسعى عليها، لأن مثلا على سبيل المثال يجيني طفل مثلا طبيا نسميها بالان مثلا شحوب، طفل يجيكي مثلا بهزال مثلا. صحيح. يقول لك مثلا فقد 6 أو 7 كيلوغرامات من وزنه خلال فترة
بسيطة بأي بدون سبب مثلا واضح. يجيك الطفل مثلا بأي تورمات في أي مكان، يعني غدد الليمفاوية الضخمة مثلا في خلنا نقول في الرقبة تحت الإبطية كذا، هاي الأشياء تحتاج صراحة إنه من البداية إن الطفل يحول للطبيب المختص أساس تجرى له الإجراءات الأولية حتى نصل للتشخيص، وبالتالي العلاج يكون مبكر. وكل ما كان العلاج بالذات الأورام علاج كان مبكر، كل ما كان نسميه البروغنوسيس أو مخرجات المرض، مخرجات المرض تكون أفضل بالتأكيد. طيب دكتور، نحن عندنا بعض الملاحظات يقولون الصوت يدوب مسموع. على كل حال برنامج مميز وشاكر لكم جهودكم، احنا نضطر نعلي صوتنا اكثر عشان مستمعينا بس يكونون لا فعلت. طيب ان شاء الله. حاضر. ايضا حد كاتب صباحكم ورد وشافني المدير وانا تابع اللايف. عموما قول له موضوع هذا برنامج مفيد عادي ممكن نشوفه خلال الدوام. طيب اللايف المفيد الواحد ما يمانع ان يشوفه. انزين صحيح المفروض الطفل نفسه ينتبه لهالأمور ويكون عنده وعي. الطفل كيف ممكن ينتبه لهذه الأمور دكتور؟ الطفل خلنا نقول يمكن المسؤولية الأكبر مش عليه، لأن الطفل بعد ما عنده خبرة في الحياة. يعني من بعض الأشياء اللي نسويها مثلا، يعني في كان طبيب أطفال موجود هنا في دبي وحولنا حالة صراحة شكرنا عليه جدا، يعني حالة لطفلة مصابة بالريتينوبلاستوما ورم شبكية العين. اللي لاحظ إنه بالتصوير الطفل البؤبؤ ما يبقى أحمر، يكون صحيح. أبيض، فنسميها الليكوكوريا أو البؤبؤ الأبيض. هاي مثلا شيء إذا لاحظوا مثلا ممكن الآباء والأمهات ما يلاحظوا لأنه صحيح. ممكن ما يكون عندهم المعرفة الطبية اللازمة، لكن أقول مثلا أي شحوب، أي مثلا غزال. أي نعم. بعض الأشياء الثانية اللي هي سألت عنها أستاذ محمود بالنسبة للأعراض، يعني عندنا زيادة كبيرة حاليا في نسبة أورام الدماغ على سبيل المثال. يعني على سبيل المثال الطفل اللي يتأخر في الدراسة، يعني مثلا كان يحصل على امتياز مثلا في الشهور الأخيرة صار عنده ما نسميه deterioration في السكول performance، تأخر في تحصيل الدراسة، تحصيل الدراسي. يصير عنده مثلا ترجيع الصبح أول ما يصحى من النوم، زغللة في العيون. الطفل يصير مثلا عنده behavioral changes، تغييرات في السلوك، مفاجئ. هاي كلها ممكن تدلني انه، او مثلا صداع مستمر. جيد، هاي ممكن من الاشياء اللي تدلني انه الطفل هذا ممكن يكون مصاب، يحتاج انه عادة يشوفه طبيب مختص. صحيح. طيب الاهل لازم ينتبهون مو بالطفل، وشكرا. صحيح. أي ما نحمل أي عرض نودي للطبيب، على الطبيب العالي يفحصه شك بشيء حول على أخصائي. صحيح. جميل. دكتور الآن الواحد لما يسمع أن حد من أطفال عنده سرطان يصير له انهيار. صحيح. يعني انهيار أن الواحد خلاص يعني يوصل الوعي عند الناس أن الطفل هذا راح يموت أو ما راح يكون حياته أيامه معدودة أو كذا. فهذه الفكرة المتكونة عند الناس الآن. نحن عندنا مركز كامل لعلاج الأورام للأطفال في مستشفى ذي. خلنا نتكلم يعني هل الفكر هذا سليم؟ هل الناس محتاجين وعي أكثر بموضوع السرطان؟ هل هنالك علاجات معينة ممكن تشافي هؤلاء الأطفال؟ طيب حتى كنا نتكلم أنا والدكتور هذا قبل البرنامج. أنا عندما كنت أدور بارتنر. ما إيه لا أستاذ أحوت، فكنا نتكلم عن شيء طب بنسميه الكونسلينج، أو اللي هي مسألة how to break النيوز، كيف تخبر الأهل مثلا أن الطفل مصاب بالمرض مثلا الفلان لوكيميا أو الليمفوما أو ورم مثلا معين. من الأشياء المهمة صراحة اللي لازم نركز عليها فعلا الجانب المعرفي اللي هو عند الناس. يعني زي ما تفضلت الناس مثلا معروف لديهم من أي طفل مثلا مصاب بورم أو كذا إنه هاي خلاص يعني يمكن نهاية حياته أو شيء. من هذا الكلام إحنا نبغى ننفيه صراحة طبيا لأنه غير صحيح. يعني غير صحيح. الآن العلم تطور في الذات، خلنا نتكلم في آخر 5 سنوات صار عندك أنواع جديدة من العلاجات أثبتت صراحة نجاعتها. وإحنا مثلا كقسم كأطباء مثلا أو كحتى
عاملين في قسم أمراض الدم والأورام لدى الأطفال، نروح مؤتمرات ونشارك في مراكز بحثية وكذا، فنعرف شو الأشياء اللي هي عالميا آخر صحيح. التطورات اللي موجودة. فالطب في هالناحية تغير، هذا واحد. الشيء الثاني ما نسميه بالسبورتيف ميجرز، اللي هي الأشياء اللي هي تسوي سبورت أو دعم للطفل. فهاي موجودة يعني في مجالنا وحصل فيها تطور كبير. زي بس في البداية زي ما تكلمنا بداية، إنه يجيني واحد وستيج وان غير ما يجيني واحد صحيح. مثلا مصاب في المرحلة الأولى في المرحلة الأولى. هاي من الأشياء المهمة، الوعي لدى الأهل وكذا مهم جدا طبعا. صحيح. جميل. دكتور، كلمة أخيرة تبغي توجهها للجمهور وللمتابعين عندنا، شو تبغي تقولهم؟ والله أنا يعني صراحة الموضوع مثل ما يقولون كبير يعني صراحة. صحيح. إحنا صراحة من خلال القسم نسعى إن إحنا نقدم صراحة خدمة تشخيصية وعلاجية. يعني على سبيل المثال نسبة الشفاء عندنا مثلا في القسم للأطفال المصابين باللوكيميا الدم على سبيل المثال هي حوالي 85-90%. جميل. نسبة عالية جدا. وهذا النسبة هي تقارب النسب اللي هي في المراكز العالمية اللي تعالج أمراض الدم والأورام لدى الأطفال. إحنا عندنا إن شاء الله خطط مستقبلية أيضا استشرافا للمستقبل إن شاء الله، يعني في المستقبل القريب إن شاء الله بيكون عندنا سنتر للبون مارو ترانسبلانت لزراعة نخاع العظم. هاي من الأشياء اللي إحنا إن شاء الله نسعى لها في المستقبل القريب. أعود فأقول إن إحنا هدفنا من كل البرامج اللي نسويها من كل الخدمات اللي نقدمها إن الطفل يتشخص في الوقت المناسب حتى يتحصل على العلاج المناسب في الوقت المناسب أيضا إن شاء الله. جميل. دكتور قبل لا نختم معاك بس أسأل على السريع ما ناخذ إجابتها، هل تناول حمض الفوليك يقلل من الأورام؟ هو طبعا كل شيء زي ما نقول بالتوسط، يعني سواء الفيتامينز او هالاشياء اللي يسموها الانتي اسيد مضادات الاكسده مثلا، يعني الان صارت موضه مثلا في اشياء كثيره يقول لك والله في مضاد للاكسده. تظهر اشياء فواكه معينه واشياء اكلات معينه تظهر مثلا في وسائل خلنا نقول في السوشيال ميديا يقول لك اكثر من هذا الشيء لانه مضاد للسرطان. صحيح. على سبيل المثال احنا نقول كل حاجه بالوسط لان الشيء كمان اذا زاد يسبب بعد مشاكل. اهم شيء طبعا من الاشياء اللي احنا ما نتكلم مثلا عن التدخين مثلا عند الكبار مثلا الاطفال اشياء ثانيه، الاكل اللي هي الفاست فودز على سبيل المثال نحاول قدر الامكان ان احنا نقلل منها. في شيء اخر مثلا اخير مثلا الان ما نعرف مثلا الاشعاعات وهالاشياء اللي تطلع شو تاثيرها على الاطفال ومستقبلا. شاكرين لك دكتور، يعني لقاء جدا كان جميل وأدري موضوع جدا كبير بس صحيح. إن شاء الله نكمل في أيام أخرى. شاكرين لك دكتور هاني وجودك معنا اليوم ويومك سعيد إن شاء الله. تفضل محمود. إذن كان معنا الدكتور هاني محمد أخصائي أول أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في مستشفى دبي، تحدثنا عن اليوم العالمي لسرطان الأطفال. شكرا لك دكتور، كل الشكر لكم يعني فريق العمل عندنا في التنسيق كانت نور نزال وهي كانت أصلا معدة الحلقة اليوم بعد كذلك، وأيضا شكرا لك ميثة، وكل الشكر لك دكتورة ندى على تواصلك الدائم معانا. إذا حد قال لي دكتورة يبغي يسألونك مجموعة أسئلة، فإذا ناخذهم إن شاء الله بعد الحلقة اللي كانوا على بعد الحلقة ما أعلم فالكم. طيب كل الأسئلة إن شاء الله نجاوبها على موضوع هذا. كان من بين الأشياء اللي أنا شدني، أتمنى المتابعة بعدها موجودة معانا على الهواء على أساس أنه رد عليها دكتورة، يقول أن كانت تقول أنا طبيبة أسنان أردنية عضو الأكاديمية الأمريكية لطب وتجميل الأسنان، اشتغلت بالأردن والسعودية ولم يمر علي كمية برد الأسنان السليمة وتركيب الفينير بالكم الذي رأيته بالعيادات هنا للأسنان السليمة. أول شيء أنا أبغي أعرف شو هي الكمية هاي، من وين الفينير ما يتركب لأي أحد، الأسنان السليمة حرام تتبرد، أتمنى أن تنشر هذه المعلومة. هذا الكلام سليم، أنا اللي أعرفه أصلا الأطباء اللي عندنا بالعافية دكتورة زين، الأطباء اللي عندنا آخر حل ممكن يأخذونه أنه ممكن
يبردون الأسنان. إيه لأنه وايد يأثر في طبقة من الأسنان. وصح كلامك الفينيل مفروض ما ينحط لأي سن، ولكن في اعتبارات تجارية عن بعض الأطباء، فعشان شي يركبون الفينير للناس إلا ما تحتاجها. وهذا هذا قرار المريض، المريض لازم يكون واعي بهذه المسألة. عموما نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة ومواضيع مختلفة، وإن شاء الله تستفيدون منها. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وأيضا كانت معنا الدكتورة ندى، وكل الشكر لكم طاقم الإعداد والإخراج، و نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.